عندي ابني متجوز ومعاه ولد وبنت، فصارت مشاكل دي ما تصير مشاكل بينهم هما الاثنين، ودايما علي الطلاق تبقى طالق، علي الطلاق تبقى طالق، منهم واحد متأكدة منه اللي يوم قال لها لو طلعت من الباب تبقى طالق وطلعت. فاليمينات دي متكررة تقريبا 10-12 يمين، هل دول ينفع ترد له تاني ولا خلاص؟ هل السماء أسماء والوان؟ ويا ريت تفضل عليا بالإجابة. بالنسبة للميراث، هل ممكن الأب أن يوهب لابن دون يعني لوحده حاجة من الميراث من غير ما يدي لإخواته زيهم بالظبط؟ كنت حابة أسأل فضيلة الشيخ، أنا على طول شغلي في الشارع طول النهار، فبضطر أجمع الظهر والعصر غصب عني، ما بلاقيش مكان أصلي فيه، فهل ده علي اسم أو ذنب ولا إيه؟ كنت أنا ندرت شيء وعاوز أوفي الندر، فبدي أعرف النادر، ما كنتش في استطاعتي، فكان عندي يعني ظروف فما قدرتش، فأبيع الحاجة اللي أنا كنت نادرها ولا أكمل النادر بالظبط يعني، وأنا كنت في ظروف زنجة يعني، فعاوز أعرف أشوف النادر دوت يعني نفس النادر اللي أنا نادرته أعمله ولا صرف نفسي وبعد كده بعمله بعدين. بالنسبة لإفطار يوم في رمضان سواء بعذر أو كان مريض أو إذا كان عمدا أو نتيجة مشقة في العمل، حكمه ايه وكيفية القضاء؟ ما هو الفرق بين الخلع والطلاق؟ بسأل على الميراث، الرجل اللي ليه بنات المفروض ان بناته ليهم جزء من الميراث اللي هو النص، بقية الميراث المفروض ان هو بيورثه ولاد اخواته الصبيان. طب هل لو ليه اخت تمنع ميراثهم ولا لأ؟